مساء الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، احوالكم طيبه، اموركم هانيه، يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كي دايرين مع الصحيحه؟ كي داير وليداتكم؟ كي داير والديكم؟ اموركم كي غاديين مع الوقت؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. دازت واحد الموجه حراريه ما نقولكمش صراحه، صودت، واخا حنا زعما مدينه فيها البحار وسياحيه وهذا، زعما فيها البحر ما كاينش داك الحراره، ولكن بصح جاتنا الصهده بزاف. مهم هاد النهار هذا البنات غادي ندير معكم واحد الفيديو اللي كامل بينا كيعجبنا، كلنا كنبغيو نديروه وكنستافدوا من بعضياتنا فيه، اللي هو التقديه ديال الشهر وكيفاش شنو تاخدي الاساسيات اللي غادي تحتاجيهم في الشهر، حيتاش كاينين بزاف ديال الناس ملي كيتخلصوا ما كيمشيوش للهري وكيتقداو داكشي اللي خاصهم ديال الشهر ويحطوها كما كنقولوا حنا المناد الشهر، كيبقاو يتقداو بالطرف اللي خصها كتمشي تجيبها، ملي كتجي في الاخر كتلقى البسطام ما بقاش فيه الفلوس والسلعه ما كايناش في الدار، بداك التقرطيط. يعني من الاحسن الواحد ملي يتخلص يمشي يحيد ديال اللحم بوحدو، ديال المناد الشهر بوحدها، ديال الخضره بوحدها، باش داكشي اللي بقى لك كتلقيه قدامك وكتعرفي ما ديري به. مهم كيف قلت لكم انا هاد الفيديوهات ما كنديرهمش معكم بزاف، حيتاش كنعجز، كنكون مشغوله في الاول ديال الشهر مرونه، كنتقدى كنجي كنانستالي كل حاجه بلاصتها وكنعجز، ولكن دابا تقديت وحطيتها وقلت غنبارطاجي معكم. علاش؟ حيت الغلا، عرفتوا البنات راه ملي مشيت تقديت راه كنت عول على واحد البيدجي، لقيت خارجه في واحد البيدجي اخر، وفي الاخر ما كاين حتى شي حاجه اللي تستاهل، بصح الغلا 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 ديال بصح الدرويش مسكين الله يكون معاه، والله يكون في الله يكون زعما معاه. مهم هذه الطريقه هي احسن حاجه بالنسبه سيختو البنات اللي يلاه مقبلات على الزواج واللي يلاه تزوجوا ما عارفينش كيفاش. انا صراحه موالي من ما عند ماما وحنا هكا عايشين، كتخلص كتمشي اول حاجه كتجيب السلعه ديال الشهر، ثاني حاجه كتجيب اللحم الخضره كلشي باش داكشي اللي كيبقى لها تخلص الموضوع كلشي كاع لي شارج كتخرجهم، باش داكشي اللي كيبقى لها راه محطوط كتعرف ما دير به، الا خصك شي حاجه تجيديها للدار، الا بغيتي تزيدي شي حاجه لراسك لوليداتك كتكوني حيدتي عليك الاساسيات ديال الشهر وبقى لك داكشي اللي كاين، داك البركه اللي كتبقى لك راه هي كتقضي بها. مهم غنقلب لكم الكاميرا نوريكم شنو كاين وعاد نقول لكم الديتاي اللي خديت ديال كل حاجه بوحديتها. هما البنات ها هو هادشي اللي خديته، اكيد هادشي كله راه ناقص، راه ماشي كاع داكشي اللي بغيت ماشي ناقص، عندي انا عندي في الدار شي حوايج عندي ما خديتهمش بحال الخماره الزال بيضاء وداكشي عندي ما خديتهمش. المهم انا غادي نوريكم كل حاجه هكايا على حده وهانتوما معايا، والحاجه اللي زوينه واللي مجرباها وكلشي، واخا راه ناقص واحد جافيل تبديت كنشوف دابا قلت له حطوا ليا وما لقيتوش، ماشي مشكل. المهم انا غادي نقلب الكاميرا ونوريكم حاجه بحاجه اشنو خديت. اول حاجه انا ما صدختش قوالب ديال السكر حيتاش ما عرفتش كيعجبوني، هذا الكاسي هو اللي كيعجبني، كناخذ هكا خمسه ديال وحده فيها خمسه، هذه ديال 5 كيلو كدوز ليا صراحه، كدوز ليا الشهر مخير، كدوزو ليا مزيان وكتعجبني، كنديرها في داك هذه البنات كنديرها في داك البواطه هكا اللي عندي ثلاثه، وحده ديال السكر وحده ديال فاسينده وحده اتاي، كتجيني زوين وكنشاده العبار ديال البرادي، شاده قياس برادي بهذا الكبير كندير فيه خمسه والصغير كندير فيه ثلاثه كيجيني مزيان. اول حاجه خديت السكر هذا، بالنسبه لاتاي كناخذ هذا السبع، هذا هاد جوج هادو كيدوزوا ليا شي مرات الشهر كيدوزوه لي، شي مرات كيبقى لي كناخذ غير واحد وجوج، غير واحد ونص اللي كنكونسوميه في الشهر حيتاش اغلبيه كندير لوليداتي الحليب، انا اللي كيعجبني اتاي بالنعناع وكيعجبني هاد السبع هذا، جربت بزاف، جربت سلطان ما خليت ما جربت، ولكن اتاي ديال السبع 4011 هذا ما تيحمرش ما كيوليش اتاي غير كتحطو كيجلس غير واحد شويه كيولي حمر وكيولي في شكل كيبقى اللون ديالو غزال. مهم خديت جوج ديال الباكيات ديال هذا، دابا انا كنهضر على مراه وراجل وجوج الوليدات صغيورين، يعني كل واحد غادي ياخذ تقضيه الشهر على حسب هو، اكيد ملي غيكون غير كوبل بلا وليدات راه بوحدو، ملي غيكون كوبل مع وليدات كبار راه كل واحد وشنو كياخذ الحاجه اللي غادي تكفيه. بالنسبه للتيد هذا البنات كيعجبني انايا الكف، وكيعجبني واحد كناخذو من بيم تيكون برومو، كناخذ كيلو ونص كيبقى جوج الكيلو كيدوز ليا تبارك الله خير ربي، دابا ما لقيتوش هذاك بيم كيجيبوه مره كيجيبوه من ثلاث لثلاث، هذا صراحه زوين غير هو تيخلي الكيس الريحه كتبقى في المواعن، ولكن زعما راه زوين الكف انا هو اللي كيعجبني. هذا ديال الحامض ما كيعجبنيش ديال الخزامه، خديت هنايا الخل الابيض والخل ديال الحامض، وخديت هذه ديال
سلاد هادي باش تخلطوا سلاد ساد لاصوص لاصوص بازيليك زوينه كتعجبني هادي مي كنكون هكا باغا ندير ديال الخس وهذا كيعجبني ندير غير هادي نزيدها عليهم من الفوق كتعجبني وتا المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. وخديت هذا كيتشوب لوليداتي واخا انا ما عنديش مع كيتشوب نهائيا ولكن ضروري ناخذ لهم خديت لهم كيتشوب. وخديت هنايا صابون جوج ديال الطاووس وهادي اول مره غادي ناخذها شي مرات كنحتاج كنبغي صابون الحجره نصبن بها شي حاجه ما كنلقاش كنحتاج صابون الحجره نصبنها ما كنلقاش وقلت ناخذ هادي ناخذها كنحطها في الدار وصافي. وهنايا جوج ديال الصابونات هادو انا صراحه كنغسل بالبندوش وجهي كندير ليه الغسول راجلي العزيز عليه هذا الصابون هذا ديال الطاووس عزيز عليه الصابون كيبغي الصابون يدوش ويغسل بالصابون ما كيبغيش داك اللي بندوش وداك التخربيق. وهنايا خديت هادو ديال سوليس ثلاثه هادو شي مرات كنكون مزروبه في لي بات من المدرسه وهذا وما تتكونش عندي مطيشه ولا كنحطهم سكر في الدار ها هما محطوطين وصافي. ملي كنكون باغا ندير شي مرات لي بات ولا ما كتكونش عندي مطيشه كنقلب المجر كنلقاهم كنجبدها كتنفعني صراحه وحتى الثمن ديالها مزيان هادي 5 6 دراهم حتى الثمن ديالها زوين وكتبقى في الدار البيتزا لي بات لاي حاجه كتنفع. خديت هادي ديال المايس كبيره الوحده اللي خديت هادشي خلاص راه ملي غادي تسالى غادي تاخذو المهم هو انني خديتها وصافي. هنا خديت هادو جوج ديال لابريري هادي الكيكه وهذا المهم نبغي نصاوب كيكه وهذا كتصلح خديت جوج صغار وحده غنجبدها نبداها نديرها في الثلاجه وحده نخليها حتى نوقف عليها. وخديت جوج ساشيات ديال الثلاجه هادو كينفعوني بزاف وكيعجبني تعجبني هاد لاكاليتي بالضبط ديال لي ساشي كتعجبني فهكا الا بغيت ندير اللحام وهذا. خديت هادي ديال لافاش كيري قادوس هادي كدوز ديال الشهر لزياد مخير حيتاش كيف قلت لكم زياد كياكل الفرماج والكاشير وجد الله غير الشكلاط الشكلاط راه عندي صيفطاتو لي عكوزتي من طنجه مازال عندي. خديت هادي كدوز ليا الشهر لزياد مزيان ما كنعاودش نقلب على الفرماج. هادي البنات ولات 1600 وشي حاجه هادي باش ولات كدير 1640 المهم راه ولا الغلا خليها على الله وصافي. وخديت هادي ديال الكونفيتور حتى هادي راه كدوز ليا الشهر انا ماشي من المعجبين ديال الكونفيتور وهادشي ما عنديش معاه انا الصباح تعجبني زويته بلديه مع كومير سخون واتاي هذاك هو الفطور عندي ديال الفطور. هنايا دابا كنقول لكم البنات الاساسيات هنا خديت سنيده جوج خديت 4 كيلو حتى هادو كيدوزوا ليا صراحه الشهر انا نقول لكم اللي كاين زعما ماشي شي وحده الاقتصاديه ولا اللي زقرامه ولا ولكن هادو بجوج كيدوزوا ليا الشهر مع القهوه مع الكيكه ومع اللي احتاجيت هكا سنيده كيدوزوا ليا شي مرات غير وحده ديال 2 كيلو راه كدوز ليا الشهر مخيه. خديت ارخص زيت اوليور هاد ارخص زيت راه ب 2260 ارخص زيت هو هذا 2260 باش ولا 5 لتر ولكن ما عندك ما دير ما يمكنش تبقى تستعمل غير زيت البلديه زيت البلديه زيت البلديه راه ما يمكنش يعني ضروري خاصك القلي وخاصك الكيكه وخاصك ضروري خاص الزيت الروميه تكون ما عندنا ما نديرو الله يلطف بينا والله يحيد علينا هاد الغلا صراحه تقهرنا بزاف 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 ولكن الحمد لله. هادي 5 لتر ولات دوز ليا حتى شهرين دابا حيت انا ما كنطيبش صراحه بالروميه بزاف الاغلبيه البلديه. هنايا خديت هادي 5 كيلو ديال الفرس رطب هادي البنات خديتها غير الكيكه والقلي حيت انا ما كنعجنش الخبز غير كناخذها ما كنعجنش نهائيا. خديت هادي كناخذ 5 كيلو كدوز ليا هكا يا الكيكه ولا ملي كنبغي نقلي الحوت ولا كتكون عندي وصافي. خديت هادو ديال البوطه هادو ديال البوطه 17 درهم لقيتهم برومو في بيم زوينين صراحه هاد لاكاليتي كتسالي وحده واخرى كتبقى مسدوده ملي كتسالي هادي كتحول هادي لهنايا وصافي. هادو البوطه البرودوي ضروري البوطه. خديت هذا اتشي سبراي لافابو حاشاكم لي تواليت واتشي واحد اخرى ما حطهاش ليا ماشي مشكل تنرجع ناخذها. هذا سبراي لافابو والحمام وهذا كيردو كيشقشق غزال تيحمق. او خديت هذا جاد الله ضروري هاد ليسترن كيديروا البامبوش لفمو عنده سنينات شويه فخاجيل ضروري خاصو غير كيبداو يضروا واحد شويه اولا كيف كيبدا يحك خاصو يشلل صراحه كيهدن عليه بزاف هذا ملي كيبداو يضروا دريساتو ولا سنينه ولا كيبداو يحكوه كيدخل كيدير واحد الجغيمه كيمضمض كيخليها واحد شويه فمو صافي كيهمد عليه الحريق.
او خديت الهريسه ها هي شي مرات كيعجبني نسلق بطاطا كتجيني الشهوه عليها كتكون الهريسه خصها تكون عندي في الدار. هنا خديت سينيار واحد ليا هذا اللي ديال الفحم ليا انا وهذا العادي لراجلي انا راجلي كيعجبو كل ما هو طبيعي كيعجبوش داك الخوت هذا ديال الفحم هذا سان سودين هذا ما عجبش داكشي. المهم سينيار عادي ها هو هذا خديته لراجلي وهذا ديال الفحم ليا انا. خديت هنايا طون ايزابيل ثلاثه ديال الماطيشه وثلاثه ديال الزيت ثلاثه ديال الماطيشه وثلاثه ديال الزيت. شي مرات كنحتاج هذا كنديرو في الشلاضات وولادي كيعجبهم ديال هذا كيعجبهم ياكلوه. شي مرات هكذايا كنكون ما فيا مي زعما ما فيا مي طيب ولا كيتشهاو كندير ليهم هدايا ديال الماطيشه كيتشهاو هكا ياكلوه. وخديت الملحه هنايا ثلاثه. المهم الملحه راه غير الملحه راه في الدار كتعجبني انا بزايد وصافي. خديت العطريه رابعه من كل حاجه. هنا رابعه ديال التحميره رابعه ديال الله الكمون رابعه ديال السكينجبير ورابعه ديال الخرقوم البلدي ورابعه ديال الابزار وهذه غير 10 دراهم ديال السودانيه. خديت هذا ما لقيتش الكبير هذا في بيم كيجيبونا مول فنخر ديال 9 كيلو ب 90 درهم ولا دابا 120 درهم. كيدوز ليا حتى ل 3 شهور ما لقيتش دابا لقيت غير هذا ديال 4 كيلو ب 50 درهم خديتها حيتاش ما بقاليش نديباني بها بيد ما يجيبوا داك الساعه يجيبوا البرومو اللي كتكون فيه وناخذو. خديت هنايا هذا بابي ديال لا كويزين وهنايا باكيه ديال سيلبات واحد جد الله عندي حادق ديجا عندي وحده محلوله خلا هذيك المفتوحه ومشى حل ليا الجديده دابا عندي جوج مفتوحين. المهم هذه باكيه ديال سيلباك هاد لا مارك هذه كتعجبني. وهنايا خديت المعجنات اللي غادي نحتاجهم هكا مع وليداتي خديت غير وحده من هذه جوج ديال هادو سباغيتي ديال نص كيلو نص كيلو هادو خلاص البنات راه كيبقاو في الدار يعني كتحطيهم في المجر وكتخليهم. خديت واحد كيلو ديال العدس وخديت كيلو ديال السفه ها هي نص كيلو نص كيلو ديال السفه. ونجيب اخر حاجه الروز خديت كيلو ديال الروز كلاسي وخديت مطيشه ديال الحك صافي. وهذا الشيء البنات اللي كتشوفوا يعني ها الشويه اللي كتشوفوا ملي جا ضرب ليا الحساب خديت 16000 ريال من الهري بوحدو الهري 16000 ريال و 200 وشي حاجه من بيم فيها غير هذا البرودوي هذا فيها تيد فيها فيها ابي سي فيها شامبوان فينا هو الشامبوان ها هو كاع ما وريته لكم ها هو هذا 30 درهم غزاله البنات كيحمق هذا لقيته مسولدي 30 درهم. المهم شي حاجه خفيفه 200 درهم من بيم و 800 درهم ديال الهري 1000 درهم البنات ما هي حتى شي حاجه يعني الاساسيات ديال الاساسيات 1000 درهم. عرفتوا ملي جمع لي الهري بعدا وضرب لي الحساب كنقول له واش هذيك 16000 ريال قال لي ايها مدام 16000 ريال او 16000 ريال ما هذا الشيء مولف انا نجيبو ب 10000 نجيبو ب 9000 وشي حاجه. عرفتوا ملي قال لي 16000 ريال ما شنو غادي دير شغت نقص ما عندك ما تنقص راه بالعكس راه واخده بالناقص واخده السلعه ناقصه وعاد غادي تزيد تنقص شنو غادي تنقص زعما لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الا هادشي بزاف 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 كلشي غلا كلشي تزاد على حدو ما عرفتش انا هاد العيشه اللي ولينا حنايا عايشينها كيفاش دايره ما فهمتش. هادشي راه انا ما كنمشي للهري راه ما كنمشي لا للمرجان ولا هم يحزنون كنمشي للهري ناقص درهم جوج دراهم في الحاجه كتاخدي على قدك كتشوفي السلعه قدامك ماشي بحال بيم ماشي بحال المرجان كتمشي كتلقاي راسك واخده تخربيق ومخلصه فلوس وما كاين والو الثمن. كنمشي للهري كناخذ من الهري كنتقدم من الهري ما كيعجبنيش التقدية المرجان وداكشي كيعجبني نمشي للمرجان ناخذ شي حاجه اللي ما كايناش في الهري. اما نمشي نتقدم المرجان ما كيعجبنيش داك البروتوكول نهائيا كيعجبني نهز الشويكيشي ونمشي لعند الهري ويهز ليا ندير في الكرطونه ونجيب لداري وستف على خاطري. هادشي اللي كان غزالات ديالي كنتمنى تقبلوا عليا وكنتمنى هاد الفيديو تستافدوا منه حيتاش عارفه بزاف بكم كتبغيو هاد الفيديوهات بحال هادو. نقتصدوا شويه على راسنا ما عندنا ما نديرو هادشي اللي عطى الله ما عندنا ما نديرو شنو غادي نديرو ما عندنا ما نديرو.
ناخذ داكشي اللي قدينا عليه ومنين ناخذ داكشي اللي كتب الله نحطوه في الدار نتكيسوا عليه حتى يحلموا لنا ما عندنا ما نديروا هادشي اللي عطى الله. الحمد لله على كل حال. وهذا ما كان الفيديو ديالي. كنبغيكم بزاف, تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي, وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم, وكان انا عارفه كيعجبكم هاد الفيديوهات. يلا كنت ديالي تهلاو ليا فراسكم, نعاود نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. كنحماق عليكم.